إذا بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، هكذا ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشو شوط الشلفة الذهبية. هكذا حفلنا الكريم تعلن حالة الطوارئ قبل بداية هذا الشوط وأثناءه. استنفار تام لدى المضمرين، فرض حظر للتجول بين عزب الخليج. الكل هنا يريد مشاركتنا هذه المتعة بمتابعة أقوى الأشواط، بمتابعة شوط اللقاء المفتوح، الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الذهب. لمن سيذهب الذهب؟ دقت ساعة الامتحان وقد شخصت ما بين الأجفان. لا إرشاد بعدها ولا ميران، بل الكلمة الفصل في الميدان أمام خير شهود وعيان. في سباق لا ذكرى فيه لثان، بل فوز ليس فيه اثنان، كالرمح ليس فيه نصلان، هو أول يشار له بالبنان. الله الله، بدأت المعركة وأنطلق مع الصدارة لأجد انتحار من تقدمت الآن في المركز الأول لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يقودها في التضمير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أتابع المركز الثاني، بدأت روعة تقدم لنا روعتها في المركز الثاني لهجن الشحانية. يضم الروعة جابر بن سالم بن فاران المري. أتابع المركز الثاني، تسللت متاهة وانطلقت متاهة لهجن الشحانية بالشعار الأدعم. يقودها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت الآن هجن العاصفة مع مخيفة من خلال انطلاقة قوية على مستوى المركز الرابع. هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الحاضر فيما بيننا. نرحب بسموه الكريم. يضمرها حمد بن راشد بن غدير الكتبي. القابضة الآن تتسلل القابضة لتقبض على المركز الخامس، تريد أن تقبض على الصدارة وعلى الشلفة. القابضة إذا لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يعتني بها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير الكتبي. عودة إلى البداية، عودة إلى الصدارة، عودة إلى من تتسنم ومن تتسلم الصدارة. هنا انتحار تنتحر على المقدمة، تقدم لنا هذا العرض الكبير مع الشعار الأحمر، الشعار الخطر، الشعار التاريخي، شعار هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يضمرها، يعتني بها أحد الفلاسفة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني هجن الرئاسة تقدم التفات، لفتة على التفات من تسلمت الآن الصدارة من انتحار، وبالتالي التفات الآن مع التفاتة الميدان تتقدم إلى الصدارة. هجن الرئاسة إذا تحكم القبضة، تحكم السيطرة على مجريات الشوط الأول، شوط الشلفة. الله الله الله، يضمر لنا التفات البارع عيسى بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. المركز الثاني انتحار لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في التضمير. المركز الثالث أرى أنشودة بدأت الآن تنشد هذا الرقص طربا وفرحا بالمشاركة. أنشودة لهجن الشحانية يتولى تضميرها عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أنا متابعتنا الآن انتقالتنا على روعة في المركز الثالث. الله يا روعة صاحبة الأرقام القوية تتقدم
تقدموا إلى المركز الرابع لهجن الشعانية، على ظهرها الشعار الأدعم يقودها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. عز وصلت الآن، انطلقت عز تبحث عن العز، تبحث عن الفخر والسودد. ها هي عز الآن تتقدم إلى المركز الثالث لهجن الرئاسة، يضمرها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية، أقوى أشواط اللقاية، صفوة الصفوة، نخبة النخبة فيما بينها. هذه المفاوضات، هذه المداولات من أجل خطب ود الشلفة. الصدارة إذن الانطلاق الأول مع عز، غيرت عز على الصدارة. المركز الثاني وصلت كحال لهجن العاصفة، العاصفة إذن تقدم كحال، يتقدم معها الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. صبع المركز الثالث، تتقدم أيضا العاصفة بهجنها في هذا اللقاء العاصف حمد بن راشد بن غدير، يتابع صبا. المركز الرابع التفات لهجن الرئاسة. المركز الخامس وصلت لنا رفيف أيضا لهجن الرئاسة. كيلو الأخير، كيلو الحسم، كيلو شد الأعصاب، كيلو من ستنال على إعجابنا وإعجابكم. غيرت كحال، كحال تتسلل على حساب عز وتنطلق إلى الصدارة. هذه كحال هجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تظهر في اليوم الكبير في منافسات الكبار، في منافسات العمالقة. كحال إذن على الصدارة، عز على المركز الثاني، هجن الرئاسة، هجن العاصفة تتنافس على أغلى الرموز في مهرجان سيد الأمير. كحال على الصدارة، عز على المركز الثاني، صبا على المركز الثالث. عاصفية هذه، هذه الانطلاقة، عاصفية هذه الانطلاقة. كحال وصبا، صبا وكحال، اسمين عملاقين، اسمين كبيرين. هجن العاصفة على المركز الأول والثاني، الرئاسة في ثالث المراكز، ولكن لا يسعنا إلا أن نرفع التهاني، نزف التبريكات إلى مالكي شعار هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، على انتصاره، على فوزه. معك حال وصبا، صبا صبا صبا، وقور وريعان الصبا يستفزها فتارا وأحيانا كما يرى للمهرو. الشلفة إذن فزاعية حمدانية. المركز الثاني كحال لهجن العاصفة، المركز الثالث عز لهجن الرئاسة، المركز الرابع أيضا لهجن الرئاسة مغيضة، جاءت في المركز الخامس لهجن الشحانية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذن هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه ابتدأت مسيرة أشواط هجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ. صبا وكحال جاءت لتقدم لنا هذا العرض الكبير في يوم حضرت فيه الإثارة، في يوم حضر فيه أو فيه مالك شعار هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، الذي يتلقى التهاني من عشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة. اجتماع غير عادي في هذا اليوم، سعادة بالغة بمشاركة هذه الشعارات الكبيرة والقوية. اليوم هو يوم سنستمتع فيه بكل تأكيد بأشواط الذهب، بأشواط الإثارة والتنافس. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شوطنا الرئيسي، شوطنا المفتوح الأول، شوط الشلفة الذهبية تذهب مع كحال أو تذهب مع صبا، من غيرت على حساب كحال في الأمتار الأخيرة. فكان الشوط شوطا قويا عاصفيا،
عز وكحال صباجات لتخطف هذا الرمز ليكون التوقيت الزمني لمسافة 5 كيلومترات 7:19 أربعة أجزاء من الثانية. المركز الثاني جاءت في كحال وتوقيتها 7:19 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ولمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتانية إلى الوافق حمد بن راشد بن غدير الكتبي مضمر صبا وكحال. المركز الثالث جاءت في عز وتوقيتها 7:20 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتهنئة إلى مضمر عز محمود بن محمد بن سالم الوهيبي.